أفكاره، يفهم يزيد يفهم أكثر اللي عايشين معاه في انت الدار. معرس قد عندك سيف؟ عندي معرس، عندي 3 سنين. بس صغير معناها هاي شو ظهر لك عليه؟ باهي باهي مريك. استقرار وحاجة هيك. استقرار استقرار، وتخمم وتركز في على الاوبجيكتيف اللي انت حاطه. وسينو كيفاش تعدي نهار؟ قلت لي ترينا شوية ولا اي نترينا في الليل في رمضان، ترينا في الليل 10:30، وفي سيار الايام ترينا 7، معناها كان ما كانش رمضان اون جروب مع الناس الكل. مع شكون؟ اللي انا وحدك نجري ولا وحدي. شكون؟ ليه اون لين زوم، ابليكاسيون زوم، والجروب كل اونلاين. وحدك معناها انت لهنا وحدك، معناها مو معكش حد عامل جروب معاك ولا حاجه؟ اي نجري وانا وصحابي. شكون معاك ولا شيء ولا لا؟ ما ولا عملت برنامج انا انا وهيثم. ان شاء الله ان شاء الله هيثم الجويني. اي انا وهيثم في جرب بعد هيثم. اي كيروح ان شاء الله انا وياه، ان شاء الله نبدا نصير به. باهي نبداو نحكيو شوية على الكورة. سيف احكيلي انت على البدايات من الأول، بالكل بديت في الكلوب. كيفاش بدايت بالضبط؟ بدايتي في النادي الفريقي كما تعرف الناس الكل، أصناف أصناف الشابة الكل في النادي الفريقي. بعد طلعنا سينيور مع سي فوزي بن زرتي، الحمد لله من وقتها. لا لا من الأول حنعرف من الأول بالكل، من الكل. كيفاش أول عمر قداش بديت؟ 10 سنين 11 عام هكا؟ إي كيك 10 سنين عند سي حسن الهيشري وقتها. إي كيفاش ظهر لك باش تعمل تيست وقتها؟ كيفاش بالضبط؟ في الحومة كيك نساوكو في الحومة، لمينا بعضنا 4 ولا 5 من الناس، قلنا نمشيو نعملوا تيست. يا أخي مشيت تيست. الأربع خمسة من الناس هذم فيهم اللي وصلوا ولا؟ لا 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 ما وصلت كان أنت. ما تعداوش هم. إي؟ ما تقبلوش. ما تقبلوش. إي؟ وبعد قبلت انا وكملت. وانت مغروم قبل بالكوره ولا بالصدفه جيت؟ اي مغروم بالطبيعه. مغروم. فهمت. وشكون تيست من الاول قبلوك ولا كيفاه؟ من الاول عند سي حسن الهيشري، ماني كما قلت لك عملت عنده تيست قبلني من الاول. وبوست نتاعك من الاول اتاكون؟ اتاكون. فهمت. باهي الدار في بالهم مشيت كي مشيت عملت تيست، خاطر برشا يمشيوا يبداوا في 90 ولا حاجه. ما في بالهم، مش في بالهم ماشي نكور. أمي في بالها ماشي نكاور، قلت لها ماشي نكاور تو نجي. قالت لي باهي ما تبطاش هكا. من بعد قلت لها راني تخيل هكا وهكا. وعلاش انت علاش ما قلت لهمش؟ ممكن وقتها تخاف، تخاف تقول لك بعيده تستبعدها ولا مش ما نعرفش. ما قلت ليهاش من لو. فهمتك. باهي وبعد كيفاش مشيت الامور في لي جون؟ في لي جون طيارة على الاخر، معناها من اللي احسن لي مومون اللي عشتهم في حياتي في لي جون في الكلوب. يعني حاجة عالمية على الأخر في توت لي كاتيجوري. كنت من اللي زي مول بيرزين معناها وقتها اللي بعد نحكيو شنو اللي تبدل بالضبط. اما احكي لي على البريود هذيك اللي ديما كنت في ليكيب ناسيونال موجود. اي بالطبيعة. شكون كان معاك في الجينيراسيون تاعك؟ من معايا في الكلوب؟ اي من الاندية ديما ما فهميش معي. انت 93 هكا؟ 93 انا. ما وصلوش الكل. اي فهمت. ما رقاوش حظهم، مش ما وصلوش خاطر عندنا برشا ملعبيه وما رقاوش حظهم. فما كان نجم يكونوا. اي ما رقاوش حظهم للاسف. باهي طلع على السينيور كيفاش جات؟ طلع على السينيور وقتها مشيت ليكيب سينيور وقتها ناقصين جوارات. عام قداش؟ 2010 في بالي. 2010 17 عام انت. اي هكاك. ليكيب سينيور ناقصين جوارات وطلعت معناها تكمل في ليفيكتيف مع وكاو. عملت اونترينمون باهي عند سي فوزي بن زرتي. فوزي بن زرتي ولا الله. عملت الكلوب لعبت فينال كاف هذه. صحيت عملت فينال كاف. كاو وقتها ما لعبتش انت وقتها في الكاف ولا؟ لا ما لعبتش. ما لعبتش ماتشات. اي من وقتها معناها وليت من ترينا معاهم و انستالي معناها في ليكيب سينيور. وكيفاش كانت الدخله؟ شكون عاود تدخل في الجروب وقتها؟ والله في الكلوب معناها بدايه كل جمعيه معناها تدخل، معناها فما برشا من برشا ولي جمعيه وقتها. نعقل وسام وقتها مازال ما خرجش لتركيا غادي. شكون اخر وقتها؟ يوسف المويهبي وقتها، فما زهير مازال، بلال عيفه، سيف العكرمي، فما برشا معناها
بلعبين معناها يخليوك في ساعة في ساعة تدخل في الجروب. قد ايه عملت في السينيور في الكلوب؟ عندي معناها حتى الوقت يشغ 8 سنين متقطعين 8 سنين مش على فيه 8 سنين متقطعين خرجت فيهم 3 مرات ولا مرتين مرتين بري. كيفاش كانوا كيفاش قايمهم 8 سنين هذا؟ فيهم الباهي وفيهم الخايب تبيع. فيهم حاجات باهيين وفيهم حاجات خايبين. نبداو بالباهي، شنو اللي قعد لك باهي؟ باهي الشامبيونا اللي هزيناها و شامبيونا ما لعبت 2015 ما لعبتش برشا انت في الشامبيونا هذيك سيف اي ما لعبتش برشا ما تقعد حاجه باهيه عندي شامبيونا مع الكلو. شنو رايك اللي مثلا نقولوا برشا تشكيك فيها الشامبيونا هذيك؟ مثلا الماتش اللي مع جورجيس البينالتي اللي صارت فما شيخ قروين ظهر لي كان شغال التوال ما لعبتش مع حمل صار كل تشكيك هكا فيها الشامبيونا هذيك. ربي يهدي وكاو ونحن جوارات حسب ما نشوف ما بخنيش وقتها ونترينيو مليح ومن احسن لي جروب اللي في تونس وقتها موجود تستحق لو جروب شوب. انت رغم اللي معناتها كنت في 10 سنين قلت لي 8 سنين موجود ما كنتش تلعب انتظار. لا لا شم اي علاش ما نعرفش المشكل منك انت ولا ما خذيتش فرصتك ولا شنو بالضبط المشكل؟ ما خذيتش فرصتي كان شي مشكل مني انا راني توا ما نعرفش دراوي بطلت. فهمت. مش مشكلة مني أنا حسب ما نشوف مش مشكلة مني أنا. من شنو بالضبط؟ ما خديتش فرصتي ما فما ناس ما منتش بيك فما ناس كل واحد وكل وقتها البريود هذيك كل معناها بريود 8 سنين كل لونترنور وتفكيره كل لونترنور و إيه ما غلطتش أنت في حاجات خلي بالك مش يكونوا الكل ظالمينك سيف ما عرفتش قداش من لونترنور تعدى نتصور ما قالش من 6 7 8 معناها إي صحيح انت غلطت في حاجات بالطبيعة مثلا مقصرت اي بالطبيعة قصرت مثلا ما نعرفش ما قصرت فما بيريود قصرت فيها فما حاجات قصرت فيها فما دي شوا ما اختار ما خديتهم غالطين اما تعلمت منهم باهي اللي عشت به اما تعلمت منهم برشا مثلا ما كنتش سيريو برشا في الانترينمون ممكن اي ممكن في نظر المدربين وفي نظر المسؤولين اللي انا ما كنتش سيريو اللي انا ما كنتش ما عارش انا وكي وقتها فما بريود روحت من الكيب ناسيونال وقتها هزينا كوبا راب ومير بيتور خذيت تروفيه متاع مير بيتور في الكوبا راب هذيك وهزيناها بعدها بالضبط في العام انتها نفسها نلقى روحي بري في حام منل فهمتك اتفكر وقتها انت كنت وقتها توقع روحك باش تكون موجود وقتها بالطبيعة شنو صار؟ نلقى روحي بري في حمام الالف اي علاش معناها ما نعرفش لونترنور في بالوش ما عندك حتى كوستر واش لونترنور كوستر ما في بالوش قال لي راني من جيت نحكي معاه قال لي راني ما في باليش وتحكي مع فلان يقول لك راني ما في باليش ما شكون اللي بعثك ما نعرفش الاداره هي بعثتني ما حبش وقتها ما نعرفش شكون وما حبوش يقولوا لي شكون سليم ريحي وقت الرئيس اي سليم ريحي وقت الرئيس سليم ريحي ما يتدخلش في الحكايه هذوم هو اللي كان يحكم وقتها انا نعرف وين مولاد قوبع ممكن اي اي هو ما حكيتش معاه ما انا حكيت معاه ما قال لي مانيش انا دي شوا ودرا شنو دي شوا ما عندش شكون قال ما عرفش وقتها وقتها في بيلي وقتها في بيلي وقتها باش يجيبوا وليد وحبوا وليد الزوادي محمد الف وقتها حبوا حبوا عليانا ولا حاجه هكا معناها ما حكاوليش معناها صحيح فهمتني ما حكاولكش صحيح من وقت كان حكاولي صحيح من قرر يرتاح تك فهمتك حسيت فما استهداف ليك انت ولا انت كان عندك مشكله مع شكون ولا لا ما عندي حتى حد مشكله هما ممكن وقت البريود هذيك مش ما نحبش نعمم الناس الكل وما نحبش نقول الناس الكل وما عندهم مشكله ديما مع اولاد الكلوب فهمت فهمتك يقولوا لي سيف يتمس شويه مونتالمون ماهوش قوي مونتالمون فما اجماع انه سيف مليح تقريبا انت حكيت قبل على هيثم الجويني تقريبا تشاركوا فيها الحاجه هذه الزوز يقولوا عليكم الفني ملاعبيه بارك الله ما شاء الله عندكم كل شيء اما الزوز مونتالمون ما كومش قويين باش نجموا تلعب مثلا كان ترقى ناس انا نحكي على روحي تو
كان نرقى، كان رقيد في الكلوب، ناس دزوا رايا واقفة معايا تتعديها الحكاية هذه وما فما حتى مشكل. أما ليه ما ترقى راس راس ديما تخرج مع الجمهور، ما اللي هو ما معني ديما في الكلوب تخرج راس راس مع الجمهور، والجمهور هو معناها بريتو يحب على الريزولتا يحب على النتائج، معني ما يعرفش شنو الداخل، فهمتني؟ ايوا شنو الداخل؟ ما يعرفش شنو موجود في الكواليس، انا قلت لك. اما هو يحب على الريزولتا. فما حاجات تحب تتحافظ ما تحبش تحكيهم؟ ليه والله مريم فما شيء، والله فما شيء. كان فما حاجه نحكيها نورمال، خاطر الراس كرب، خاطر كي تقول لي فما مدرب، معناتها المدرب يقول لك حاجته به سيف و ويجيو تلقى روحك في حملان في بري، معناها مش مفهومه، معناها مش مفهومه. انا يعني مانيش فاهمها لحد اللحظه هذه، مانيش فاهم، ما تعرفش السبب، قسما بالله لا نعرف السبب والله. فهمت. وبعد حكي مشيت وحتى رجعت ما تبدل شيء. شنو كي مشيت الحملان ورجعت ما تبدل شيء؟ ليه وقتها قعدت وهزينا الشامبيونا وقتها وجاءوا ناس امنوا بيا ولعبت مع الاسامي هذيك الكل، فهمت. ديما ديما ما كنت احتياطي ولا حاجه هكا، اي احتياطي قدام الاسامي هذيك الكل، ومعناها وترقى روحك احتياطي وترقى روحك تلعب معاهم تشارك معاهم كلكو ماتش وترقى روحك تدخل، تحس روحك تظلمت كنت اجي تاخو فرصك اكثر؟ مش تظلمت، تماما ظروف ما خدمتني. قلت لي قعدوا حدود باي وحدود خايبة، شنو ما حدود قعبة الخايبة اللي قعدوا لك؟ ليه الخايبة مشيوا على رواحهم صار انا حكينا فيهم ديجا. انا نذكر البينانتين تاع ماتش الاهلي تاع اللي ضيعتها، فما لقطة صارت مع اشبوك وما شافوهاش برشا، انا كنت وقتها في التريبيون شفتها. اي كنت باش نشوف ثاني البيلانتي بالضبط بالضبط، كنت مشيت انت وبعد رجعك الانترونير ظهر لي. شنو صار في اللقطة هذيك سيف؟ ما صار شيء، انا ماشي باش نشوف هو رجعني حاجة هو شكون يشوت؟ سيف فاتوا الخمسة هم. اي معناها خمسة اللي محطوطين باش يشوتوا كملوا. اي بعد اللي يحب يشوت يشوت معناها. اي من بعد ما حطش يا اخي كلها ما حبش تمشي تقدم تشوت. قدمت انا باش نشوف. أي. رجعني من شطرف مي وبالصدفة الزور ضيعته، ضيعت انت وضيع هو. اي ضيع يمهد قبلي من بعد ضيعتين. يتحمل فيها شوية مسؤولية. شكون؟ فكر رجع هذيك اللي ضيعك شوية انت خرجك من كونسونتراسيون. ممكن اي ممكن اي ممكن. باهي في وقت من الاوقات كنت قريب من الاحتراف في اوروبا، حتى ظهر لي كانت عندك حاجة مع علي الزيتوني في تركيا. اي شنو صار وقتها؟ شنو هي الاوفر وقتها؟ صار وقتها الكلوب ما حبيتش وقتها. ما حبوش الجمعيه، حبوا فلوس وقتها برشا وانا وقتها في المعناه كما قلت انت اللي انا مانيش نكور بانتظام واللي انا مانيش معناه مانيش ماشي بانتظام، معناه مانيش نكور مانيش ناخذ طون جوبي يا اخي لا غلط. شنو هي الجمعيه وقتها؟ والله ما نعرف نسيتها قسما بالله. ديفيزيون الاولى الثانيه؟ ديفيزيون ثانيه في بالي. طلبوا برشا فلوس يا اخي. اخي ومش اول مره كنت باش تمشي للاوروب، هذه كانت عندك حاجه اخرى من النمسا. اي وانا وهذيك وقتها قبل ال هذيك مع الكوباراب وقتها مع الكوباراب في بالي باش جاي اوفر. شنو هي الجمعيه تعرف ولا لا؟ جاي اوفر وقتها وراهولي الاوفر وكل شيء، في بالي باش نمشي، قالوا لي الكلوب وقت حشتنا بيك وكل شيء باش تقعد معانا ودرشنيه ودرشنيه باش نبدلوا الكونتراتو، لا بدلوا لي كونتراتو ولا مشيت وبعثوني بري. فهمتها؟ فهمتك. لا بدلوا لي كونتراتو لا مشيت وبعثوني بري الحمل. اي ما هذا كل تقول انت صدفه معناها ما نعرفش والله لا نعرف قسما بالله. ما سالتش معناها سكون بس باش تسال شكون باش يجاوبوك سامح؟ فهمت. باش يجاوبوك. باهي تجاربك الاخرى في تونس، حمل انف بن قردان ملعب الجيبسي. طبعا نجي نحكي على مصر، ظهر لي احسن تجربه كانت في مصر خير من تونس، ظهر لي وين هو في مصر اكثر من تونس. لا والله لا حتى في حتى في بن قردان احكي عليهم ثلاثه حمل انف بالوحده بالوحده. باهي حمل انف وقتها حمل انف وقتها كنت مانيش في مخي مانيش باش نلعب باش نبدا واضحين، وهذا اول مره نحكيه. علاش؟ من مصدوم مصدوم مصدوم. تقلقت خاطر خرجت من الكلوب، كان عندك محاضر ساعه في الكلوب وواحد ما لقيتش هذاك صارت كي شوك. صحيح. بن قردان باهي عملت ست شهور باهي. حمام في
احكي لي على حمل انف اكثر. معناها ما لعبتش بالكل انت في حمل انف؟ لعبت ليه؟ لعبت ماتش اي شوي شوي. لعبت ليه والله؟ كان فاكر حتى كان مشاكل شويه مع جمهور حمل انف زاد. فما مشاكل صحيح مع جمهور حمل انف على خاطر راهو في روند بوم تاعي ستابل، معناها مانيش قاعد نعطي في روند بوم، فهمت؟ عندهم الحق زاد. انت ما تمنك انت تلوم كتلوم روحك زاد. اي المشي نتاع حمل انف لهم فيها روح. برشا ملاعبية سيف حتى في العالم يعني ما يلقاوش روحهم في جمعيات كبار، معناتها يمشي جمعية أقل ويعاود لانسي روحه مثلا. صارت برشا مرات في تونس. أي كيفاش أنا ما لقيتش روحي في جمعيات كبار؟ سامح ما خذاش فرصته، نقصد مش ما لقاش روحه، ما خذاش فرصته. يمشي جمعية أخرى يوري هو إمكانياته يوري عنده بعد يعاود لانسي. أنا وقتها صارت برشا ملاعبية الخنيسي ظهر لي خرج من إسبيرونس ورجع. أما أنا كنت وحدي راه تعش معايا وحدي، معني امي ما تفهمش كوره، بابا ما يفهمش كوره، ما قيتش كوني اطر. اي بالطبيعه معني تطيح وتقوم وحدك، حتى لين مش مبعد تعرف اللي هذا صحيح وهذا الغلط، ولازم تعمل هكا ولازم تعمل هكا. ما كنت حتى حد معايا وانت صغير ضعت شويه. وانا صغير اي ضعت فهمت. تجربه ثانيه في بنغردين هكا. بنغردين ماهيش خايب، تجربه باهي ممتاز. 6 شهور عملت 6 شهور وصلنا فينال، ترشحنا بلاي اوف وصلنا فينال. فينال كوب لعبتوا فينال كوب. تعتبرها ناجحه؟ باهي متوسطه متوسطه متوسطه. والاخره في ملعب الجيبسي. ملعب الجيبسي ممتاز، احسن تجربه. اي في الثلاثه احسن واحد. شنو لقيتوا في الجيبس ما لقيتوش في البلايص الاخرين؟ في اللي لقيتوا في جيبس الناس حبتك، فهمتني؟ الناس هما اللي حبوني، الناس باساج محلي على الاخر معناها، فهمت؟ يعني 6 شهور حتى قل 4 شهور محليه مع الاخ. بعد جيك اللوفر نتاع طنطا من ملعب الجيبسي ولا كيفاش؟ بعد ليه؟ بعد مجيبس بعد طنطا. ما طنطا صحيح معناها طنطا بعد جيبس. اي صحيح فهمت. احكي التجربه نتاع طنطا، صاروا فيها مشاكل في الخروج علاش؟ رغم اللي كرويا كانت ناجحه. صارت شويه مشاكل توا ما نحبش نحكي فيها، تم بعد نحكي لك علاش. القضية في الفيفا. اي صحيح قضية في الفيفا ودنيا. دخل طارق بوشمابي ظهر لي باش تأهل تاخذ كاليفيكاسيون في مصر حاجة. في مصر اي، خاطر صارت مشاكل ما بين طنطا والمقاولين. كيفاش ما عنديش الحق نتقيد في زوز جمعيات. كيفاش دخل انت كلمته كيفاش بالضبط؟ اي انا كلمته وقلت له طارق راه الصورة فيها وقال لي باهي نعاون ولدي. كان متعاون معناها. اي عاون. قف معايا بالقداسه. وتيك سايف كما قلت لك بالك الجو في مصر هذا تألق كبير، هذا نجم كما نقولوا في مصر وليد. باهي. وسيرتو سناب مع طنطا كنت متميز صحيح، على ما كيبا قلت كانت تلعب بعدها فايد النزول. سناب مقاولين عربي كيب معناتها حجم كما نقولوا في استاد سيابي في تونس هكا. اي كاليبر باهي. كاليبر باهي ونحن تو كلاسي دوزيام. معناها كان تقف الشامبيونات او نترشحوا نلعبوا تشامبيونز ليغ. ايما باين الزمالك نقصى ماتشوات ولا؟ اي الزمالك نقصى ماتشوات، اما ما تنساش الماتش نتاع الاهلي اللي ما مشاتوش باش نحاولها 6 بوان. فهمت. معناها نقعدوا نحن فافوري. معناها باش تلعب تشامبيونز ليغ العام الجاي. اي ان شاء الله. فهمتك. ان شاء الله. اي شنو تبدل في مصر؟ لقيت راحتي، لقيت الاحاطه من المسؤولين، من لونترونور، من ستاف الكل. معناها ما يخليوش حتى لحاجة كبيرة ولا صغيرة تفوتهم معناها علينا. كهو معناها وفروا لي كل شيء معناها باش ننجح. أقل معناها تولي يخليوا الكرة عندك أنت في التيران متاعك. أقل بريسيون غادي؟ ليه فما جمهور وفما بريسيون وكل ماتش نلعبوا نحن كلاسي دوزيام، كيفاش أقل بريسيون نلعبوا وكنا قبل الأهلي. فما وقت جاء كنا قبل الأهلي. فهمتك. كنا الويلة معناها. شكون يلعب معك جمعية نتاعك معروفين ملاعبي في مصر؟ ابراهيم صلاح يلعب معنا. سمير. الجول زاد ابو السعود. فما شكون كان يلعب في الاهلي والزمالك قبل ولا؟ كان يلعب في الاهلي سمير وابو السعود الجول وايمن حفني. ايمن حفني بتاع الزمالك. بتاع الزمالك. ومعروف يوسف زاد بتاع الزمالك. وابراهيم صلاح بتاع الزمالك. وسمير كان يلعب في الاهلي. ايفكتيف محترم. حفني ملاعبي برشا. ملاعبي حفني. ملاعب. صحيح. في الكيم تاعك حتى وليت سبيسياليست في الضربات اللي بالي ريتي معناها تشوت انت كوفرونات وبينالتيات ما شفناش قبل في تونس. يعني قلت لك ما شفتك ما لقيت حتى كوفرون ولا مرتين ظهر لي. ما نشدش الفرصه معناها كي جات الفرصه ورقيت راحتي وكل شيء.
وريت عملت بريستاسيون بها. فرحانين بيك الجمهور المسؤولين من مدرب غادي بتبيع مدرب عماد النحاس. عماد النحاس لكسير قبل نتاع الاهلي ومدير مدير رياضي عبد الظاهر الساق ولا هذاك في طنطا؟ لا لا هذاك تو ولا في المصري. اي هو اللي اما كان في طنطا هو اللي هزك المصري. اي هو هو عن طريقه هو مشيت لمصر. تخمم تكمل في مصر ولا لا؟ مستقبلك العروض اللي جاتك هذا كل سيف باش نحكيو فيه بعض الاخبار مع زميلتي اسماء مد. نحكيو على ايضا ملي اعلن يكون انك باش تكون ضيفنا برشا تساؤلات من حبايب الكلوب. هل انك باش ترجع للكلوب؟ تخمم ترجع نهار للكلوب ولا لا؟ هذا الكل نجاوبوا عليها بعد شويه مع ضيفنا في الساعه الاولى من زون ميكس اليوم سيف الدين الجزيري. مواصلين معاه حتى الاربعه في الساعه الثانيه. من الاربعه للخمسه نستقبلوا لاعب النجم الساحلي محمد المثنيني.